وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين وأستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرة. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الحكيم. 6 شروط عرضتها بغداد من أجل حل الأزمة مع أربيل، هل ستقبل أربيل بشروط بغداد لحل الأزمة؟ مساء الخير. طبعا نعلم جيدا بأن هناك شروط عديدة، دائما نسمع هذه الشروط في الإعلام، ولكن على أرض الواقع من خلال التواصل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وعلى مستوى الوزارات لا توجد هكذا شروط لحد الآن، يعني هي إعلامية أكثر مما هي حقيقية باعتبار هناك تواصل فني. هذا التواصل الفني مرتبط بالمؤسسات الاتحادية الموجودة في إقليم كردستان وأيضا على مستوى الوزارات وكيفية التنسيق فيما يتعلق ب تحديد آليات العمل المشترك في المستقبل، وأيضا من كيفية تنفيذ ما يمكن عمله فيما يتعلق بالمطارات والمنافذ الحدودية. لحد الآن هذه الأمور الموجودة، أما ما يتعلق بالشروط الإعلامية التي نسمعها و يعني يتم التأكيد عليها أحيانا على لسان بعض المسؤولين أو أحيانا حتى على لسان رئيس الحكومة، لم تستلم حكومة إقليم كردستان لحد الآن أي شروط حقيقية ومطالب حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية للقيام بتنفيذ هذه الشروط، أو على الأقل للتنسيق المشترك لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من أو من التعليمات الاتحادية والقوانين التي من الممكن تنفيذها في المستقبل. طيب دكتور، كردستان العراق نفت تسلمها ما يفيد تسليم المعابر لحكومة بغداد، كيف يفهم هذا الأمر في ظل محاولات حل الأزمة؟ يعني كما نعلم بأنه لا يوجد شيء في القانون باسم تسليم المعابر الحدودية والمطارات، ولا يوجد أي شيء منه في الدستور. نعلم جيدا بأن المعابر الحدودية هي مؤسسات معقدة تشتمل على التعاون بين العديد من الوزارات. هناك وزارة الصحة للتأكيد على دخول المواد الصحية والمواد الأخرى التي لا تضر بصحة المواطنين، وخاصة سواء من التعليمات المشتركة الموجودة في الحكومة الاتحادية وفي حكومة إقليم كردستان. أيضا ما يتعلق بالجمارك وما يتعلق بالجوازات، هذه مؤسسات مختلفة، واستنادا للمؤسسات المختلفة وطبقا للدستور فإن كل مؤسسة من هذه المؤسسات ترتبط بجهة معينة، وبالتالي مسألة تسليم المنافذ الحدودية والمطارات هذه مسألة إعلامية ولا يمكن الحديث عن هذه المسألة. لكن عندما نتطرق إلى مسألة الجوازات، كان هناك لقاء قبل أسبوع مع وزير الداخلية الاتحادي من قبل المؤسسات الاتحادية الموجودة سواء كانت جنسية والجوازات و الإقامة، كان هناك تفاهم مشترك في كيفية تحديد أولويات العمل في المستقبل، وأيضا كان هناك يعني تأكيد من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بأن مسألة إدارة الجمارك هي من ضمن الصلاحيات المشتركة وفقا للمادة 114 من الدستور العراقي، وبالتالي لا بد من وجود تنسيق تام بين مؤسسة الجمارك في إقليم كردستان ومؤسسة الجمارك في. طيب دكتور عبد الحكيم، يعني برأيكم إلى أي مدى خرج العبادي رابحا من هذه الأزمة؟ يعني بالتأكيد لا يوجد رابح في هذه المسألة باعتبار أنه كل ما يقوم به سيد حيدر العبادي هو تأخير أو تأجيل التفاهم حول هذه المشاكل، وبالتالي الاستمرار على فرض العقوبات على شعب إقليم كردستان، العقوبات الجماعية، وهذه سياسة لا تختلف عن سياسة الحكومات السابقة، وكل ما يقوم به هو في إطار انتخابي وإطار دعائي يتمثل ب إعادة انتخابه لولاية ثانية، وهذا ما يعني نستنتجه، وخاصة من قبل المؤسسات التي تدعم سيد حيدر العبادي والكتل السياسية وحتى الأطراف التي تؤيد إعادة انتخابه لولاية ثانية، وبالتالي هذه هي عقوبات جماعية ضد شعب إقليم كردستان. لا يوجد رابح في هذه المسألة، وربما سوف يؤدي إذا ما استمرت هذه الأوضاع وإذا ما استمر تلكؤ الحكومة الاتحادية بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فإن هذه المسألة ستؤدي إلى ربما مقاطعة
الأحزاب السياسية الكردستانية للعملية السياسية في المستقبل. دكتور، هنالك حديث عن إقصاء الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، عن السلطة. برأيكم هل هذا الأمر ممكن أم لا؟ لا طبعا، هذا صعب جدا، باعتبار انه الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لديهم ربما مسؤوليات، وحتى استنادا الى حجم تمثيلهم في البرلمان الاتحادي وبرلمان اقليم كردستان، لا يمكن اقصاء هذه الاحزاب من السلطه. هذه اولا. المساله الثانيه، كان مثل بمراهنه بعض الاحزاب السياسيه الشيعيه إحداث الفوضى داخل إقليم كردستان، وحدث خلال الأسبوع الماضي بعض المظاهرات وربما تعرض بعض المقار إلى الحرق، ولكن بالنتيجة استنادا إلى دور هذه الأحزاب في العملية السياسية سواء كان في إقليم كردستان أو في الحكومة الاتحادية، لا يمكن إقصاء هذه الأحزاب في هذه المرحلة، باعتبار هذه الأحزاب وصلت إلى السلطة عن طريق الانتخابات ولا يمكن إقصائها إلا من خلال الانتخابات. وهناك دعوة من حكومة إقليم كردستان لإجراء الانتخابات خلال الأشهر القادمة، وهناك إجراءات ربما ستحدث داخل مفوضية إقليم كردستان وأيضا برلمان إقليم كردستان حول تحديد موعد انتخابات إقليم كردستان قبل الانتخابات العراقية العامة، والتي هي أيضا ربما الآن تتعرض لبعض المطالب بتأجيل الانتخابات الاتحادية، باعتبار هناك العديد من النازحين السنة الذين لم يعودوا إلى مناطقهم، وأيضا الدمار الذي لحقت بالمدن السنية التي باتت خاوية من سكانها. هذه من الأمور التي تطالب بها بعض الكتل السياسية، وهي تأجيل الانتخابات العامة في العراق لحين استتباب الوضع الأمني وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة عملية البناء التي من الممكن أن تشكل ربما أرضية صالحة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة. كان معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو، شكرا جزيلا لك.